العلاقات المصرية والإماراتية علاقات عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. تحظى مصر والإمارات بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياساتهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان. وكان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبل الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.